في آخر جولة من البطولة الوطنية لكرة اليد القسم الثاني إناث، وفي إطار التنافس على المرتبة الأولى، تمكن فريق الاتحاد الرياضي الإسلامي الوجدي بقيادة الإطار التقني الوطني دحمان رشيد اللاعب السابق للنادي المكناسي من الفوز على منافسه العنيد فريق حسنية قرسيف بمجموع 10 أهداف لـ4 في مقابلة جمعت بينهما بالقاعة المغطاة المغرب العربي بوجدة يوم السبت 15 يونيو 2013، مقابلة ميزها تنافس يمكن وصفه شرسا نظرا لأنه وصل غير ما مرة إلى درجة التصادم وافتقاد التركيز، وهذا ما يفسر أن الفريقين معا لم يستطيعا فتح منفذ تسجيل أول هدف إلا بعد مرور 12 دقيقة. غلب عليها التشنج وتوتر الأعصاب، انفعالات غير مرغوب فيها رياضيا، كان من ضحاياها إحدى لاعبات الاتحاد الرياضي الإسلامي الوجدي التي تم طردها من المقابلة مع تسجيل أن التحكيم كان منتقدا بشدة ومن الجانبين معا، أي من مسؤولي الاتحاد ومن مسؤولي الحسنية، وهذا موضوع سنعود إليه في مناسبة خاصة. المهم حسابيا بالنسبة للفريقين معا هو أنهما تمكنا معا من الصعود إلى القسم الوطني الأول وتأهلا لمقابلات البلاي أوف. نوفل قريش رئيس الفريق الوجدي الذي تابع المقابلة من خارج الملعب لكونه معاقبا من الجامعة خص وجد نيوز بعد انتهاء المباراة بتصريح تقييمي، مع الإشارة إلى اعتذار الإطار التقني للحسنية عن الإدلاء بالتصريح. تابعوا. بسم الله الرحمن الرحيم. نوفل قريش رئيس نادي الاتحاد الرياضي الإسلامي الوجدي لكرة اليد. الفرحة ما خلتناش يعجز اللسان في هذه اللحظات. الحمد لله هذه المقابلة كنا مبازين عليها بزاف من أجل الاعتبار أن كانت مقابلة الذهاب دازت في هذه الأجواء الرياضية في مدينة قرسيف، والحمد لله البنات ديالنا بذلوا كل ما في جهدهم قيادة الإطار الوطني دحمان رشيد باش نسيطروا على أجواء المقابلة من الشوط الأول. الحمد لله كما شفتوا أشواط بجوج فرضنا السيطرة ديالنا بغض النظر على بعض الهفوات والنقص ديال التجربه، كما لا يخفى عليك من فريق نادي الاتحاد الاسلامي الوجدي لكره اليد السيدات هذه 3.5 شهور ملي بدينا لي زونترينمون لعبنا ضد فريق منظم. حسنية قرسيف فريق صديق، ولكن حرمناه من المرتبه الاولى لوحده، وهذا اكدنا رغم اننا حسمنا الصعود ديالنا للقسم الوطني الاول والمنافسات البلاي اوف في الجوله الخامسه في مدينه تازا ضد الاتحاد الرياضي التازي، ولكن هنا كنا واعيين جد الوعي اننا خصنا نربحوا في المقابله باش ناكدوا النتائج الايجابيه اللي تسلسلت عبر 3 جولات الاخيره، وهذا اللي تسنى لنا اليوم الحمد لله. وكما شفتوا الجو ديال المقابله كي داز، في جو اخوي وجو بغض النظر عاوتاني على بعض التشنجات اللي كتكون في اي مقابله كما بغات تكون، سواء في كره اليد ولا في شي ديسيبلين اخرى، والحمد لله هنا جد فرحانين. وهذه غير بداية، وهذا ميساج للسلطات. هنا قلنا الفريق الوحيد النسوي في كرة اليد في الجهة الشرقية، وكنبقاو عمال في جوج الأنقاض، وهذا شرف لنا. يكفي أننا لم توصل بأي سنتيم مدة 4 سنوات، وهذا مجهود شخصي ديالنا، لأن هذه المدينة غالية، هنا كنكون المدينة ديالنا مدينة جوج الأنقاض. وأتأسف جد الأسف لأننا مدينة وجدة ما عرفناش كيفاش كتحارب بهذه الكلمة، تحارب. تفاجأ في 13 يونيو توصل الفاكس عبر الجامعة الملكية، يتم التوقيف ديالي 7 المقابلات على شيء بسيط، طالبت في المقابلة ديال الذكور باش يكون توفر رجال الأمن اللي ما كانوش. تفاجأت الحكم يدير تقرير يصيفط للجامعة، هذا بالنسبة لي سان سابوتاج باش يهرسوا النادي الاتحاد الرياضي الإسلامي الوجدي، ولكن نحن لهم بالمرصاد اليوم وغدا وبعد غادي والسنوات القادمة. هذه العزيمة ديالنا كما شفت المقابلة، لاعبات سون بريم سون ريان دي تو، وشكون اللي ولا يلعب دابا بر؟ ما كاين حتى شي واحد، ولكن تضحية. والسي رشيد دحمان لا ميم شوز، اخ انس غمريش، فاطمه حصار، نجاه سعيد، هادو كاع كيسهروا على طول الاسبوع تدريبات. كنشكروا سي نور الدين الرافعي مدير القاعه اللي وفر لنا القاعه كل يوم تقريبا، اللهم الا ما كانش سميتو
سورتو جينا في هذه الوقيته الاخرى وكتشوفوا عاوتاني الاوضاع كي دايروا، واش كنلعبوا في شهر 6 بطوله، كيفاش بغينا نقدموا البطوله النسويه، وهنا كنبداو البطوله في شهر 6 في هذه الاجواء هذه. وفي امنا المره الجايه ان شاء الله سجل جاري اللي تكون الاول تيام ديال كاس العرش، وغادي نلعبوا ضد الفريق حسن الدرسيف واحد الملعب اللي لا يتوفر على شروط السلامه، وهنا واعيين جد واعيين غادي يوقعوا لنا تما حوايج، ولكن ان شاء الله غادي نمشيو نلعبوا كره كبير وغادي نرجعوا الفوز ديالنا ان شاء الله. وكنشكروا السي عثماني المواكبه ديالك لا طرافير العام اللي فات ولا هذا العام ولا النادي الاتحاد الاسلامي المجدي، والسلام عليكم.
ما قالوا تما يا بني.